يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالأحاديث. إيوا هذا سهل، ياك مآمن بالقرآن مزيان، ما معنى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ يلا قول لنا ما معنى أطيعوا الرسول؟ ما معنى هذا مقبوض؟ مقبوض إذا كنت تتآمن بالقرآن، آمن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. تتآمن بالقرآن، ما آتاكم الرسل فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صافي. ها؟ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أيوه. الله تعالى تيقول لك. إذا كنت مآمن بالقرآن، إلى حيت السنة، معناه راه ما مآمنش بالقرآن. لأن هذه الآيات تأمرك بالأخذ بالقرآن. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله عز وجل يقول هذا الكلام. شوف لار ذلك، هذا الشخص خصو يعرف بأن السنة جعل لها علماء الإسلام منذ عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ضوابط وقواعد لتصل إلينا منقحة. ولذلك ألف العلماء في الصحيح كالبخاري ومسلم، وألف الناس في الحديث الحسن كالترمذي وغيره، وألف الناس في الأحاديث الضعيفة والموضوعة باش يحذروا الناس من هذه الأحاديث الموضوعة وهذه الأحاديث الضعيفة. فهمتيني؟ إذا كل شيء داك الشيء تجندوا ليه العلماء. ولذلك أحد علماء الإسلام قيل له: وهذه الأحاديث الموضوعة الكثيرة والناس متشاغلين بها كيف؟ قال: يعيش لها الجهابذة. راهلة إلى الله حفظ القرآن، فحفظه للقرآن متضمن لحفظ السنة. وفي كل عصر ومصر الله تعالى يخلق أناسا ويخلق فيهم همة للحديث وحفظه وتنقيحه وتمحيصه وروايته وسفر لجمعه. الشيء موجود في كل عصر، ما يمكنش تلقى شيء عصر خالي من هذا، لأن الله تعالى بغى دينه ينتشر، والدين هو الكتاب والسنة، ما كاينش شي حاجة أخرى من غير هذا الشيء. إذا عندك تعتقد بأنه وراء هذا الشيء اللي كاين ديال السنة راه غير كذب وحرام؟ لا، إلا كذبتي بهذا الشيء راه خطر عليك هذا الشيء، خطر عليك باش تكذب. ولكن الناس ما تعرفوش بانه راه اعظم ضوابط وقواعد عند أمة من الأمم كأمة محمد صلى الله عليه وسلم في ضوابط الحديث، في ضبط الحديث وتنقيحه.